بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعرفوا أخواني الكرام أن سيد النبي قال لنا في الحديث الثابت أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النيران او من النار حتفين على رمضان ولذلك نقول لكم صح شربتكم لكن نقول في الان نفسه ربي يعاونني وعاونكم باش نجعلوا من رمضان سلما في الارتقاء ان شاء الله رمضان يكون ياتي بنتيجته يكلل مساعينا بالنجاح يجعل عبادتنا صيامنا صلاتنا قيامنا دعانا سببا للترقي نحو مرضات الله تعالى غير خاف عن الأذهان والأفهام أن الأديان جاءت لتحقيق معنى قوة الإنسان في ضبط نفسه التحكم فيها إرجاحها إلى الجادة توجيهها نحو الاستقامة ولو بشيء من الشدة والصرامة حيالها وأن مشكل الإنسان كان ولا زال عدم قدرته على التحكم في هذه النفس الأمارة بالسوء النفس اللي تحب الراحة تحب تحب الدعاء تحب الله اه, اه, ما تحبكش تخدم يا أخي شكون منا ما يحبش باش يصبح مجنخ حتى لين تحرق الشمس ويقوم يلقى حاجياته وطعامه وشرابه ولباسه وماكلته وكرهبة وبورتابل ويمشي ويجي وما يتعبش وما يتقلقش وما يمدش يده باش يخدم ويحب يدخل للجنة بالدعاء ما يحبش يصلي ما يحبش يقوم بالواجبات نتاعه ووقت اللي يتكلموا ما بين الناس يقول لك انا نعرف الاسلام اكثر منكم انتم انا مسلم خير ما كل يصلي وكل يصوم واللي يكذبوا وهو لا عمره قبل القبله ولا قال كلمه خير ولا حل المصحف ولا استقام ولا توجه لله تعالى ويمني نفسه بالاماني وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف خاف علينا الاماني ان نتبع نفوسنا امانيها نتمنى على ربي ان نوصل الى مرضاته وان نكسبوا بدق لحنك بالاماني مش بالعمل اذا رمضان يحقق فينا هالمعنى الاساسي شو هو المعنى الاساسي هو ان هذه العباده تزيد الخير تراكما في نفوسنا عليه سيدي رأي بذرة الشر موجودة في القلب كيما بذرة الخير اشنو اللي ينمي بذرة الخير واللي ينمي بذرة الشر هي تلك المجاهدة والصحبة الطيبة هي اللي تعود النفس على الخير اللي ما يصعب في حياته كان المشوم اخوه وما يقول كان الكلام المجلطم وما يعمل كان العمل السيء ويعود نفسه بالدعاة تكبر فيه بذرة الشر وتصبح هي الطاغية اللي في المقابل يحمل نفسه على شيء من الجد ويتعود الكلام الطيب والعمل الطيب والصحبة الطيبة ووقت اللي يغلط يتجاسر على نفسه مش كلها راك اخطات ويحاول باش يصلح نفسه ويقدم الخير هؤلاء ينجحون ولذلك في الحقيقة نجاحنا بين يدي الله تعالى هو بما نبديه من جهد وحزم حيال النفوس بدليل ان فما يدخلون الجنه لا بكثره صلاه ولا بكثره صيام وانما يدخلون الجنه بلا اله الا الله يعني ايش؟ يعني بالعزم والجهد اللي محطوط في النفوس والذي يجعلها تتحمل المشقه في سبيل تعويد النفس الصلاح والاستقامه رمضان يا وليداتي ما يكونش عنده معنى اذا كان هو مجرد عمل روتيني ما فيهش روح ناكلوا وما ناكلوش ونرقدوا ونقوموا وحتى كي نصليوا فوق الارض ولكن لا نشعر بان ذلك عباده وان تلك العباده تقربنا من الله تعالى ولذلك اللي نقوله لاخوتي اذا كان بالمجد نحب نهيئ نفسنا ليوم الجائزه في اخر رمضان ونكونوا من الذين اعتقهم الله من النار في ليله القدر اللي موجوده في العشر الاواخر من رمضان لن يتم ذلك الا اذا كان شهدنا في سلوكنا من تطور الاستقامه ونقص داعي الشر ما يجعلنا نتفائل بحسن العاقبه وحسن الختام. العباده يا اخواني الكرام هي تراكم العباده هي زياده قوه، العباده هي جاش قوي، العباده هي حضور مع النفس، هي اصلاح للنفس اياك ثم اياك تبندن راه ما عادش حاجه كبيره. بعض ليالي وتكون من الذين اعتقهم الله من النار تحياتي لاخواني واخواتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته